وكيقوي الصغبة البنات فريمون، كيخلي واحد اللمعة خطيرة في الشعر ديالك. هاد الكيراتين هذا حيدي عليا من الكيراتينات الكيميائية اللي كنديرو بالثمن، حيدي عليا من دوك البروتينات، حيدي عليا من دوك المواد اللي كتكون شيميك، ديري غير هاد الكيراتين هذا وتفكري اختك فاطمة. صباح الخير الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا مزيان اليوم يا البنات؟ اليوم يا البنات راني جايبه لكم واحد مولاي الكيراتين اقوى من الكيراتين البرازيلي، كنقولها وكنعاودها اقوى من الكيراتين البرازيلي، كيخلي الشعر رطب 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 حرير يا البنات ومسبسب، ديريه انت وديروه حتى بنتك قسما بالله الا هذا الكيراتين هذا غادي تشكروني عليه انا متاكده. واليوم ولاول مره على القناه ديالي غادي نديرو لشي واحد بطبيعه الحال، وغادي تكون مرات خويا ان شاء الله يا ربي، غادي نبارطاجي معكم الكيراتين وغنبارطاجي معكم حتى النتيجه، يعني النتيجه الاخرى غادي نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو. فعفاكم هذا الفيديو هذا خليوا لي واحد العدد كبير 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 ديال اللي لايك، واحد العدد كبير ديال اللي لايك البنات، حيت هاد الوصفه كتستاهل، كتستاهل انها تطلع وكتستاهل انها تشاف. يلا كاملين شوفوا الوصفه شنو فيها ونعاودوا نرجعوا باش نطبق الكيراتين على مرات شعر مرات خويا، وفي الاخر غادي نشوفوا النتيجه اللي غادي تكون واحد النتيجه خياليه بلا سيشوار بلا حتى شي حاجه. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوني تابوناو وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش باللايكات. يلا يلا نشوفوا الوصفه. الغزالات ديالي هذا الكيراتين اقوى من الكيراتين البرازيلي، اقوى من الكيراتين البرازيلي، وغادي تشوفوا النتيجه ديالو في لا فيديو ان شاء الله. فاول حاجه غادي نديرها هي انني خديت هاد الطاسه هذه فيها الماء سخون كما كتشوفوا. شنو غادي نزيد فيه؟ هنا عندي غسول كما كتشوفوا، الغسول اللي معروف عليه كيرطب الشعر وكيخلي الشعر حرير 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 يا البنات. غادي ناخذ واحد الكميه منه وغادي نرطبها هنا في الماء، الماء بطبيعه الحال اللي قلت لكم راه سخون، غادي نخليه حتى وكان يرطب ويهبط ونعاودو نرجعو ان شاء الله باش تشوفوا يعني التتمه ديال هاد لا فيديو. دابا الغزالات ديالي بعد ما خليت الغاسول ديالي كيرطاب يعني ما تقيسيه حتى شي حاجه، الا بقيتي كتحركي فيه ما غاديش يرطاب، لان ما حدك كتحركي والما كيبرد وهو كيبقى هكاك حجر. فغي خليه يترولاكس اختي ويطلق عظيماتو وغادي تطلق بوحديتو. هنا عندي فهاد الزليفه اشنو غادي ندير؟ غادي ندير لافوكا، لافوكا البنات كما كتشوفوا نتوما كنخليها انا حتى كترطب مزيان مزيان وكتولي غدا الكحوله. صافي غادي نديرها هنايا. عرفتي البنات هاد الكيراتين كيفاش كيرد الشعر؟ كيردو حرير 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 يا اختي. وما تنساوش ليا البنيتات ديالكم ديروه ليهم، ديرو ليهم الكيراتين خصوصا الا كان شعرهم كرد وحرش وما تيبغيش يتمشط. فهاد الكيراتين هذا قسما بالله الا الشعر غادي يولي مسبسب حرير. وانا غادي نديرو لمرات خويا وغادي تشوفوا الريزلت، غادي تشوفوها في لا فيديو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوها نتوما غادي نزيد الثانيه، غادي ندير لافوكا كامله، هي راه صغيره يعني اصلا حتى شعر مرات خويا يعني قصير، فغادي ندير الكونتيتي اللي غادا تكفاها. يعني اول مره في القناه ديالي غادي نبارطاجي معاكم يعني وصفه وغادي نديرها لشي حد، يعني ما غاديش نديرها انا. هنا غادي ناخذ لافوكا غادي نحاول انني نمعسها كما كتشوفوا، ضروري البنات تمعسوها مزيان مزيان حتى كتولي بوغي. نمعسها هكا بالفرشيطه ها نتوما البنات، كنمعسها مزيان. من بعد عندي بيضه، غادي ناخذ البيضه وغادي نديرها كامله. البنات اللي ما كيجيش معاهم البيض في شعرهم يقدروا يستغناو عليه. صافي غادي نحاول انني نخلط مزيان، يعني هذا الشيء نخلطو مزيان البنات ونعاود نرجع. دابا هنا البنات بعد ما ميلونجيت لافوكا مع ديك البيضه، هنا راه تطلق ليا الغاسول، غادي نزيدو كامل
عرفتي شنو هاد البنات؟ الغسول من احسن المواد طبيعيه اللي ممكن ديروها للشعر ديالكم قسما بالله. الى عرفتي شنو؟ ماشي غير الشعر، حتى الجسم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، على 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 معجزه فيه، هو انه كيرطب، كيرطب من داك الشر فيه صراحه. الله واعر بزاف كما كتشوفوا. غادي نميلونجي كلشي، وغادي يبقى ليا مكون واحد اللي غادي نزيدو ان شاء الله. الى عندكم ديروه، الى ما عندكمش انا غادي نقول لكم باش تعوضوه. فهاد الشيء البنات غادي نميكسيه، يعني غادي نديرو في الخلاط وغادي نطحنو باش يولي عندي ليس. هانتوما البنات شوفوا هاد لا كونتيتي فريمون واعره بزاف. هاد لا كونتيتي والله العظيم الا يعني بقيتي تسرحي في شعرك وهذا وديري بالخصله بالخصله غادي تقدك في شعرك كامل. بالنسبه لهذاك الماده اللي قلت لكم هو الزيت ديال جوز الهند، والا ما عندكمش عوضوه بالزيت الزيتون او الزيت ديال ارغان. ها هو البنات غادي ناخذ غير بيدي، ما يصلحش ندير ديك المعلقه. ها انتم صافي، وغادي ندير هذا الشيء في الميكسور وغادي نميكسيه ونعاودو نرجعو باش تشوفوا يعني الشكل ديالو كيفاش كيولي. البنات ديالي كما كتشوفوا الوصفه بعد ما طحنات، ها نتوما البنات ليس ملسه بزاف وخطيره، كيراتين طبيعي البنات، كيراتين طبيعي زوين بزاف، غادي تستافدي منه، الشعر ديالك غادي يستافد منه. واخا يكون الشعر ديالك مصبوغ ديري حتى مرات خويا شعرها مصبوغ، انا تنديرو شعري مصبوغ. شعرك اللي كنتي كديري ليه الحنه ماشي مشكل، واهم حاجه ان هاد الكيراتين هذا كيطول حتى الشعر وكيقوي الزغبه البنات فريمون، كيخلي واحد اللمعه خطيره في الشعر ديالك. هذا الكيراتين هذا حيدي عليا من الكيراتينات الكيميائيه اللي كنديروا بالثمن، حيدي عليا من دوك البروتينات، حيدي عليا من دوك المواد اللي كتكون شيميك، ديري غير هذا الكيراتين هذا وتفكري اختك فاطمه الزهراء. يلا دابا نديروا لما شوفوا شوفوا زلافه تبارك الله، غادي ندير منه ونشيط، غنديرو الشعر مرات خويا وغادي نخليه تخليه في شعرها واحد نص ساعه حتى لساعه، ما كاينش مشكل لان كلشي طبيعي فيه، ما فيهش نهائيا شي حاجه ديال الضرر. ومني غادي تغسل شعرها نعاودو نرجعو باش تشوفوا النتيجه ان شاء الله. البنات ها هي
مرات خويا بعد ما يعني غسلت شعرها كما كتشوفون مشطاتو، شوفوا الرطوبيه كيفاش دايره هانتوما. اما لا صوباتو حاجه اخرى هانتوما، هذا راه غير مشوط يعني كيجي مهدن هانتوما البنات. شوفوا يعني كاين واحد الفرق ما بين قبيله ودابا. كنتمنى ان الكيراتين يعجبكم، تردوا عليا الخبر في لي كومونتير وتجربوه، اهم حاجه هي التجربه هانتوما البنات. صراحه كيجي زوين صراحه وكيرطب. يلا تهلاو في ريوسكم، سلام عليكم.